عرض وسادس الإخباري وفيه الناطق باسم الحكومة وكالة يؤكد على أهمية الأمن ويقول بأن المعتقلين سيبت في قضيتهم من طرف القضاء. أحزاب سياسية معارضة تصف نتائج المجلس الدستوري بالمخيبة لآمال الموريتانيين وترفض الاعتراف بها. الإفراج عن نتائج امتحانات ختم الدروس الابتدائية وارتفاع كبير في نسبة النجاح. أهلا بكم. قال ناطق رسمي باسم الحكومة الموريتانية وكالة سيدنا علي محمد خونة إن أمن البلاد أولى من كل شيء وأنه لا مساومة عليه، مضيفا بأن المعتقلين على إثر أحداث الشغب الأخيرة سيبت في أمرهم ومن ثبت عليه شيء سيحال إلى القضاء. تصريحات الناطق باسم الحكومة وكالة جاءت في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الموريتانية أمس. احنا في موريتانيا اول مساله عندنا امننا، ولا لحقوا عندنا شيء وبلا سعر عندنا شيء كامل، لا هي اثر عليه ما لنا فاتحين فيه اي مجال، وهذا متوافق عليه الموريتاني كامل، وارتاحت الموريتاني كامل اعلن انقطع عنها انترنت باللي شافت نتيجته، اللي نزال ام اللي ذاك رجعت انترنت ذكي الناس تتبادل فيها ومسألة عادية وطبيعية. ذي الناس اللي انحكمت اللي منها التحقيق اجبر عليه شيء يدور يحيلوا للعدالة، واللي ما اجبر عليه شيء بصفة طبيعية واللي يدور ينطلص ويمشي. أصدر 15 حزبا سياسيا معارضا في موريتانيا بيانا مشتركا استنكرت فيه ما أسمته بقرار المجلس الدستوري المخيب أمال الموريتانيين إزاء تصحيح ما وصفته بأخطاء لجنة الانتخابات. وقالت الأحزاب 15 إنها ترفض النتائج المنافية لإرادة الناخبين، مبدية استعدادها للمساهمة فيما أسمته بأي جهد يخرج البلاد من الأزمة الحالية وفق تعبيرها. نعلن أولا استنكارنا الشديد لقرار المجلس الدستوري المخيب لآمال الموريتانيين في تصحيح الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها لجنة الإشراف الأحادية على الانتخابات. ثانيا رفضنا لنتائج هذه الانتخابات المزورة والمنافية لإرادة الناخب الموريتاني التي عبر عنها بشكل واضح في تفاعله الفريد مع حملات مرشحي المعارضة. استعدادنا للمساهمة في أي جهد من شأنه أن يساعد في إخراج البلاد من أزمتها الحالية التي وضعها فيها النظام. شكلت الانتخابات الرئاسية الماضية فرصة للإعلام الموريتاني بكل منصاته لتغطية هذا الحدث الذي يعتبر تحولا في تاريخ المسار الديمقراطي بالبلاد، وذلك لما شهدته من تفاعل وتعاط من طرف الفرقاء السياسيين والمجتمع المدني ومستوى الانتشار الواسع لنشاطات المرشحين، ما جعل الإعلام أمام تحدي حقيقي من حيث المهنية والمواكبة. مع كل حملة انتخابية جديدة يتطلع المتابع للشأن السياسي إلى تغطية صحفية تحمل الخبر بمهنية وتقدم التفاصيل دون تجاوز. الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة لم تكن نشازاً عن غيرها من الحملات من حيث التغطية والمتابعة. التغطية الصحفية للانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت مكثفة ومتنوعة جداً، ويمكن القول إنها الانتخابات الأكثر تغطية من طرف الصحافة الموريتانية، من طرف القنوات الخاصة والإذاعات ووسائل الإعلام الإلكترونية وحتى الصحافة المكتوبة. كانت غالبية التغطية في هذه الانتخابات يمكن القول إنها كانت مهنية، وحظي جميع المترشحين للانتخابات بتغطية متوازنة إما معوضة وإما مجانية كما بالنسبة لحال وسائل الإعلام العمومية، أو تغطية مهنية وتقارير عن مختلف الأنشطة في الداخل وفي نواكشوط. وإلى جانب وسائل الإعلام المختلفة وطنية ودولية، كانت لوسائل التواصل الاجتماعي حضورها البارز والأسرع في هذه التغطية.
التواصل الاجتماعي كانت هي المتنفس الوحيد لأغلب الصحافة سواء كانت عالمية وغيرها. مثلا في البث المباشر أغلب الذين تفوتهم المؤتمرات الصحفية يتابعون عن طريق صفحاتهم بث مباشر، كل المترشحين حسب علمي لديهم صفحات بث مباشر لأنشطتهم في الداخل وفي نواكشوط، وكل التغطيات وكل التعليقات في تويتر وفي فيسبوك أول في موريتانيا وبعده في تويتر كانت موجودة، وكان التفاعل معها كبير وواتساب في التعبئة وفي غيرها. لكن كان هناك تركيز كبير بوحدات إعلامية متخصصة ولديها مصروفات ولديها موارد لمواكبة الحملة الانتخابية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. تنتهي الحملات الانتخابية ومعها يسدل الستار على الكثير من الدعاية والدعاية المضادة، ويبقى المواطن في انتظار تعهدات ووعود حاصرته وسائل الإعلام بها طيلة 15 يوما متتالية، فأية مطابقة للتعهدات بالمنجزات ذلك ما ستكشف عنه قابل الأيام. صلاح فاضل، ساحل تيفي. كشفت نتائج مسابقة ختم الدروس الابتدائية بموريتانيا عن ارتفاع نسبة الناجحين هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، حيث وصلت 70% من أصل أكثر من 92 ألف متسابق، وقد كان معظم المتفوقين من مدارس خارج العاصمة نواكشوط. بعد أسابيع من الترقب جاء إعلان وزارة التهذيب الوطني عن النتائج النهائية لمسابقة دخول السنة الأولى من الإعدادية، والتي أشارت إلى نسبة نجاح في حدود 70% من أصل أكثر من 92 ألفا خاضوا المسابقة هذا العام، من ضمنهم 3315 مترشحا للشهادة فقط، وما يفوق 19 ألف مترشح من المدارس الخصوصية. المرتبة الأولى هذا العام جاءت مناصفة بين 3 متسابقين من خارج العاصمة نواكشوط، هم الطيب أحمد ديكيا من ولاية البراكنة، ويسلم خوته سيد أحمد دول محمد، ومريم الداش شرفة من ولاية داخلة نواذيبو، حيث حصل ثلاثتهم على 194 نقطة. وقد اعتمدت الوزارة هذا العام 95 نقطة كعتبة يجب على المتسابق تحصيلها لضمان دخول السنة الأولى من الإعدادية العام المقبل. الإعلان النهائي عن نتائج المسابقة يجعل الأعين تتجه باهتمام إلى نتائج امتحاني الباكالوريا وشهادة ختم الدروس الإعدادية، واللذين بدأ تصحيحهما بحر الأسبوع الجاري، وتطرح أسئلة كثيرة حول المعايير المتبعة في التصحيح، والتي ظلت مثار جدل متصاعد خلال السنوات الأخيرة، حيث يرى البعض أن التصحيح ظل عقبة كأدى تصطدم بها أحلام المترشحين لهاتين الشهادتين، وكانت سبباً في انخفاض نسبة النجاح. نسبة النجاح في الامتحانات الوطنية بدورها تظل رهاناً تحاول السلطات المسؤولة كسبه نظراً لكم الانتقادات المثارة حولها. عبد الله لنهاية ساحل تيفي نواكشوط. نهاية عرضية السادسة الإخبارية إلى العناوين. ناطق باسم الحكومة وكالة يؤكد على أهمية الأمن ويقول بأن المعتقلين سيبتوا في ملفاتهم من طرف القضاء. أحزاب سياسية معارضة تصف نتائج المجلس الدستوري بالمخيبة لآمال الموريتانيين وترفض الاعتراف بها. الإفراج عن نتائج امتحانات ختم الدروس الابتدائية وارتفاع كبير في نسب النجاح. إلى اللقاء.